بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا اليوم هو حالات ترقيق الراء فيها أولى من تفخيمها. طبعا درسنا فيما سبق التفخيم ودرسنا الترقيق ودرسنا عندي حالات يكون التفخيم فيها أولى من الترقيق، تفخيم الراء يكون أولى من إني أرققها. اليوم بدنا ندرس العكس اللي هي الحالات التي يكون فيها الترقيق أولى من التفخيم. هم عبارة عن 6 كلمات. نبدأ بالكلمة الأولى هي فرق. كلمة فرق حكينا الحالات هاي يجوز فيها الوجهين، يعني يجوز ترقيق ويجوز تفخيم، لكن الترقيق هنا أولى. حرف الراء في كلمة فرق يجوز فيه الوجهين، التفخيم طبعا أو الترقيق، التفخيم كلياتنا، لكن الترقيق هو أولى. حالات التفخيم في الترقيق، وأخذنا الحالات اللي قد يكون التفخيم فيها أولى من الترقيق، يعني يجوز الوجهين، يجوز عندي التفخيم ويجوز الترقيق، لكن التفخيم أولى. أخذنا هاي الحالات. اليوم عندنا اللي هو حالات يجوز فيها برضو الوجهين، الترقيق والتفخيم، لكن الترقيق أولى من التفخيم. نبدأ بالمثال الأول، كلمة فرق. كلمة فرق يجوز فيها الترقيق والتفخيم في حال الوقف، يعني قرأتها فرق، أو في حال الوصل فقرأتها فرق. يجوز إذن عندي التفخيم والترقيق، لكن مين الأولى؟ اللي هو الترقيق، قراءتها بالترقيق أولى. ليه؟ لسهولتها على اللسان، إني أقرأها في حال الترقيق أو أسهل على لساني من إني أقرأها في حال التفخيم، فعشان هيك بنحكي الترقيق أولى. الكلمة الثانية هي كلمة القطر. كلمة القطر مترقق وصلا بسبب الكسر، لأنها الراء مكسورة، القطري. أما وقفا في حال أني وقفت عليها القطر، ففيها وجهان ممكن أني أنا أفخمها وممكن أرققها، لكن الترقيق أولى، فبقرأها القطر. الكلمة الثالثة هي كلمة ونذر. ذكرت في 6 مواضع في القرآن الكريم، نفس الكلمة اللي قبلها، في حال أني قرأتها وصلا فهي راء مكسورة فترقق بسبب الكسر، ونحيها ونذري. أما في حال وقفت عليها ونذر، ففيها وجهان، الترقيق أو التفخيم والترقيق أولى. والكلمة الأخيرة وهي كلمة يسر، فيجوز فيها أيضا الوجهان لكن الترقيق أولى، ممكن في حال الوصل أو في حال الوقف، وقفت عليها يسر أو وصلتها يسري. والآن عليكم واجب اللي هو الاستماع للآيات من آية 50 لآية 66 الموجودين في صفحة 66 وصفحة 67 من سورة يوسف.